هاي منطقة الفاروق، محل تحت الدار، فاروق القديم. فاروق قديم. معاناتكم ايش تقولي؟ معاناتنا هاي المعاناة لا تشوفها اكثر من هالمعاناة. زين، وضعكم يعني من تمطر او حتى ماكو مطر؟ فيضان. فيضان اوساخ صيان. هذاك اليوم حرمة طالع من هنا وقعت وانكسرت رجلها. بعد اكثر من هذا طفل ما يقدر يطلع ولا يقدر يروح ويجي مخلف ال... بعد المطر يعني ما حد يطلع من البيوت؟ من يطلع؟ هاي كلها تفير. جت المنظمة، جاء مقاول اشتغل هذيك واشتغلها بالغلط، الماي يتكدس. هاي من زمان هاي الحالة. هسه على جد دقع. ايه تمام، دقع على الحفر. مو لنا تقتعبوا من هاي الصفحة؟ لا. شبه يعني؟ لا. ما تمام هذاك اليوم حرمي وقعتوني تأذت وقبله وقبله، يعني ما حد عتيق من هون يليون طمش. ما غيش بس يرتبون، يخلف الله عليك وعليهم. المكاوي صبح حتى يسمعوك ويرشعوك. مقابيل جمع زكريا الفرع. نعم. هي تحت الدار، هي تحت الدار شيخ محمد، يعني لي غادي كل شيء ما نطالب منه بس هاي. يعني فرع كامل تقريبا كم بيت؟ بينه 30 بيت تقريبا. بينه تقريبا 30، اكثر من 30. ايه. والبيوت مسكوني. مسكوني كل. اي نعم. بها كذا. اي والله. وتمشي عن طل يعني هذا بعض الصيف الغوايح تقتل وتاف اطفال هوني. بس اخي حماطي. اي. قبل الصيف هسه حاليا ما تجي. نعم الله يبارك فيك. تمام؟ طمش يعني هسه اطفال يروحون يجون من هوني وشياب وعجز. نوبات نقفون يعني صيمة المرور نعبوا العجز الشياب. هاي منطقة احنا بالنسبة يعني مخاضة، يعني ناشدنا ما خلينا مسؤول ما ناشدنا له. ولا مسؤول يعني غد علينا. اشنو السبب يعني التاخير احنا بمنطقه القديمه؟ يعني على فوقات معاناتنا جتنا معاناه بعد زياد، ماكو يعني احد جاء ونظر بحالتنا. يعني خلف الله على المنظمات اللي جت اشتغلت لنا. ايش يحتاج يعني؟ ايش يحتاج؟ يحتاج الطمش. هاي حاله منطقه واحنا يعني قاعدين بمنطقه الله وكيل ما تسكن، وعندنا هاي الشغلات. يعني خليه يهتمون بينا شويه منطقه القديمه. يعني ايش يصير اذا شوي نظروا علينا؟ ايش يقص منهم؟